d'affaires concernant un portable MP3, toute option. Donc, on va calculer le chiffre d'affaires du portable en MP3, calculer les charges variables portable MP3, et on va les additionner à le portable toute option pour pouvoir parler de l'entreprise parce que c'est l'entreprise elle-même. صباحكم عسل صباحكم مراد وصل مراد وصل صباحكم عسل مراد وصل من خلال العنوان ديال الفيديو كنفهموا علاش علاش غادي نهضر اليوم غادي نهضر على القرايه ولا الامتحانات اللي مجموعه من التلاميذ والطلبه مقبلين عليها سواء امتحانات ديال المراقبه المستمره لي كونترول كونتينيو سواء امتحانات نهايات الوحدات او يسمى بليزيكزامان دو فان دو موديول او امتحانات اخر السنه اللي قرب ان شاء الله يكونوا بعد واحد شهرون من هنا القدام ولا فوار ميم با مجموعه من الاخطاء كيطيحوا فيها التلاميذ والطلبه فيما يتعلق بالامتحانات اخطاء بديهيه اخطاء اللي بزاف ديال الناس كيدفعوا الثمن غالي بزاف بزاف ديال الطلبه كيتحابون بانهم الى كلاواد الخير غادي ينجحوا التمر ولا الزبيب ما نكروش الاهميه ديالهم في الحياه من غير الامتحانات ولكن ماشي الا كليتي التمر والزبيب راك غادي تجاوب وراك غادي دير واحد النتائج اللي هي مبهره النتيجة أنا بالنسبة لي هي عبارة عن خلاصة عمل أو منتوج ديال واحد العمل ديال واحد ليفور ديال سنوات أو منسميش سنوات نقولو شهور ديال الخدمة سنوات صراحة من ناحية النيفو أنا فاش كتولف واحد الحاجة سنوات متعددة كتعطينا واحد 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 الكوميول اللي كيكون بطبيعة الحال مزيان من ناحية القراية ما كنجلسوش حتى الدقيقة 90 باش كنراجعو هادي مستحيل نهضرو عليها لأن ما كنهضرش على عندك بزاف ديال لي موديل لأنك غادي تجي تراجعهم في الدقيقة 90 كنهضر على أي حاجة تقرات ولا تشافت في لو ميم جور تحاول أنك تعاود تراجعها في لو ميم جور في الوقيتة ديال بريباراسيون ديال ليزيكزام ماشي كنحفظ ولا كنراجع وإنما كندير سكون أبيل أنا غي بيلون جو في أن بيلون دو سو كو جي ديجا ريفيزي داكور دونك انا كنامن بان في المراجعه خص تكون ايميديات سور بلاس قبل ما يتعرموا عليا الدروس وهاد المراجعه علاش كنهضر بغيت نراجع لي زيكزاما خصني ندير بزاف ديال الحوايج وما خصنيش ندير بزاف ديال الحوايج شنو خصني ندير اولا لو ليو اللي غادي نراجع فيه خص يكون واحد لو ليو اللي هو سان ما يكونش واحد التلوث سمعي بصري يعني مثلا عندك صداع في الدار غنمشي لشي جرده ولا شي غابه ولا شي كوان اللي كيكون سامبا كالم نقدر ناخذ فيه راحتي باش نراجع ميمكنش الراجع والوالده ديالك طرقت التلفازه مجهده ولا طرقه الراديو خوت كيغوتو كاين صداع دونك توي دي كونسونطري دونك هرب سي البلاصه اللي كتكون شويه كالم اول حاجه قبل ما نبدا لا ريفيزيون ديالي كندير التليفون ديالي ومود افيون ميمكنش نجي عين في ورقه وعين في الواتساب ولا عين في سناب ولا عين في اي حاجه متعلقه باللي ريزو سوسيو ميمكنش اون بو با فير دو لا فوا دماغي خصو واحد لا كونسونطراسيون غادي نديكونسونطرا بمعنى الكلمه دونك غادي ننسى اي حاجه متعلقه بالبورتاب كنقول لكم ديروا لي مود افيون ثالث حاجه ما تحس براسك انا غادي تراجع باسكو تي اوبليجي خصك لا باسيون ديال القرايه خصني نكري واحد لا باسيون واحد لامو واحد الفيلين بيني وبين القرايه ما نحسش بان كورفي بحال بنام كيجبرك انك تقرا لا خصني نتمتع بداكشي اللي كندير دونك هذو كلمه غادي نديرو الوغ باش كنبدا بطبيعه الحال الحوايج كو جو ميتريز مال الحوايج اللي ما كنفهمهمش وما ما ميتريزيتهمش وكنحاول نقلب على سوا دي تيتو كنرجع للدروس ديالي ولا كنقلب على دي زيكزيرسيس بلو فاسيل وبيان دي 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 دي, دي براتيك اللي كيكونوا في المتناول ما كنعطي باتساع لي سوجي كثار ماشي لي سوجي كثار كي اللي كتعطي اون كيسيون كيبدا يجاوبك دي باراغراف لو كوريكتور ينو شيرش با انك تكتب لي موضوع انشائي ولا مقالي لا كنخدموا بدي تيري وكنركزوا على لي مو كلي لي مو كلي ماشي كتقول لي سوبوندون جوستمون اون ا رماركي كون كوا لوتور فولي دير نو نو سا ديبون فات على فاش مدوز واش مدوز لا في ليتيراتور فرونسيز ولا مدوز في دي شوز بلو براتيك بلو تكنيك سوا ديزون داكور دونك انا كنقول خصك تكون بلو ترونشون
droit au but كنمشي لا ريبونس ال ميم كندير دي تيري ما كنهضرش عليها الا تعطاك واحد الموضوع مقالي ولا طلبوا منك الراي ديالك هذيك سي اوتر شوز دونك الله يرضي عليكم كنحاول انني نخدم دي تيري دي تيري كي سون بريسي حتى لو فات انا كنخدم دي تيري ما كنخدمش دي باراغراف كيخولي انني ما ندخلش في التكرار كيخولي انني ما نغلطش كيخولي انني ما نديرش دي فوت دورتوغراف و كان حتى الكوريكتور كان فاسيليتي لي ان بو لا شوز يعني كيرتاح من ناحيه ليكزاما كنعاود ثاني كناكد على سا ديبون دو ليكزاما فاش كنشد ليكزاما كيتحط كنقرا مزيان سواء كونترول سواء اكزاما دو فان دو موديول سواء اكزاما دو ديال الاخر ديال العام دونك كان اكزاما دو فان دو فورماسيون فينال كنقرا مزيان وكنشوف لي كيسيون نقدر نجاوب عليهم كنشوف لي كيسيون اللي فيهم بزاف ديال لي بوين حيت ليكزام فاش كيتحط كيكون سوا على ساعتين ثلاث سوايع اربع سوايع خمسه ديال السوايع سا ديبون دو ليكزام كنمشي للكوتي اللي فيه بزاف ديال النقاط مثلا فاش كيكون عندي الكوتي براتيك كنبدا بالكوتي براتيك الدماغ داير بحال شي ماشين عنده واحد لو طو دو ريتونسيون او بيان طو دو كونسونطراسيون هاد لو طو علاش كنهضر سيادنا مثلا بديت ليكزام مع 8 الدماغ ديالي الا خدم معايا مزيان يخدم 100% حتى لتسعودونس الا فريمون فريمون عطا عطا وعاونتي بداك التمر والزبيب وما عرفت باش عاونتي بالشوفان كاع تسعودونس سي بون il commence qui délâche il commence à perdre je veux dire dit que la lueur dit que l'efficience ديالته دونك غادي نبدا انا بلا براتيك ما حتى دماغي باقي شاب على الصباح البراتيك فيها النقاط طالعين كنحاول نشوف ليكزيرسيس كنحاول نقلب على لي فورمول وكنحاول نجاوب بواحد الطريقه اللي لوجيك وكنعاود الا كان دي كالكول كنعاود لي كالكول كنعاود نقرا ليكزيرسيس بوتيت نقدر نريكتيفي التير ونلقى شي حوايج الحوايج بلوتو اللي كنت غلط فيهم دونك نبدا بلا براتيك مثلا فيها لي بوين زايدين بزاف وداك الانرجي كنحطها في لا براتيك لان كنجمع النقاط دونك حيت كنستغل الانرجي كتسمى جيستيون دينيرجي جيستيون دو ستريس وجيستيون دو طون حتى مثلا فاش كتبقى لي ساعه ديال المكانه كنقول انا بقاو لي دي كيسيون ان بو تيوريك على 10 15 نقطه الحمد لله ضربت انا واحد 70 نقطه خدمت عليها في لا براتيك دونك ربحت الوقت وكنخدم شويه ايزي شويه مرتاح لان ما يمكنش نضيع ربع ساعه على نقطه فيها بليتو كيسيون فيها نقطه واحده خصني نكون شويه مالا نمشي لي زيكزيرسيس فيهم النقاط طالعين اوطون كو من حقي نبدا باي سؤال بغيت نبدا بالاسئله اللي كان ميتريزي والاسئله اللي عليهم نقاط طالعين بزاف وفاش كنجد مثلا واحد ليكزيرسيس عليه نص نقطه ولا نقطه فيه ديفينيسيون وكنزل بغويون وكنبدا نكتبو في البغويون طو 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 ولا باراغراف قد هكا وشوف واش نجيب انا ان بوين نو خصني نكون ان بو ترونشون نكون كيما قلت لكم ديريكت نكون بلوز افيكاس نجاوب على لا كيسيون وندوز مع الطريق دونك نبدا الله يخليكم بلا براتيك يفو اتر سور دو سوا يفو اتر اجور كيما كنقولو و حتى في لا ريفيزيون ديما في نهاري كنعطي واحد ساعه الا ربع ساعه ديال واحد الحاجه خصني نراجعها نقرا بطريقتي نلخصها بطريقتي سو فورم دو تابلو سو فورم دو سانتيز ياك دو ريكاب اللي كتخول لي انني نهار الامتحان كنعقل وكنخدم سورتو بلي زيكزامبل داكور كنخدم لي زيكزامبل مثلا يجي يعطيك مثلا اون كيسيون في ليكونومي كيقول لك ديفينير لو مارشي اج لو مارشي اج خصو دي مو تكنيك ماشي اللي تقول لي دابري كوتلر بين كوتلر بور موا سي واحد العالم سي 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 لو باب ديال الماركتينغ قال ولا قال ماكنزي ولا بورتر ولا دوتر ماركتور ما عندي ما ندير انا بهادشي ديفينيسيون ديال لو مارشياج كي فيدير لو ميكس ماركتينغ كي فيدير لي 4 بي مثلا مثال بسيط غادي ندير دو بوين غادي نهبط غادي ندير برودكت برايس بليس اند بروموشن برودوي بري ديستريبيسيون كومونيكاسيون واش طلبوا مني في هذا السؤال انني نعطي كيف فيدير برودوي كيف فيدير لا بوليتيك دو برودوي واش طلبوا مني نعطي لي زيكزامبل ديال لي تيب دو بري واش طلبوا مني كيف فيدير اون ديستريبيسيون شنو هو لي تيب دو ديستريبيسيون كسا سوا كور ا موين لون لا انا كنهضر على لي ريزو او بيان لي كانو ديال ديستريبيسيون لا واش طلبوا مني شنو لا كومونيكاسيون كوميرسيال كوربوريت كيل تيب دو كومونيكاسيون لا لي زيكزامبل لا اون ديفينيسيون كي هي سامبل بغاو يسمعوا marchéage est égal mix marketing d'accord 4 P's les 4 P quand on a 1 2 3 4 quand on a 2 3 next donc on a une nokta khsna khdma on a 2 3 4 ما غاديش نضيع انا على هذيك النقطه نضيع عليها 20 دقيقه ديال الوقت ديالي في الاخر كنلقى راسي ما نجحتش ما فاليديتش والخط كيكون طبيعه الحال واضح البغويون كاين لي زيكزيرسيس اللي خصهم بغويون دوتر نون بيان دي كيسيون خصهم بغويون دوتر نون
مي كنعاود ناكد كندوز الكوتي اللي فيه بزاف ديال المقيطات. دونك وهاد العلم علاش كنهضر، ديما الواحد كيدير واحد التخصص اللي هو مرتاح فيه، ماشي التخصص اللي بغاو والديه او الاقرباء ديالو، التخصص اللي غادي يعطي فيه، التخصص اللي كيلقى راسو فيه، التخصص اللي بوتات قرا عليه بان كاين عنده واحد ليسبوار ولكن عنده واحد الامل ديال التطور من هنا للقدام. سي كنسمو لي لي ميتي فيوتور، يعني فيوتور جوب اللي غنخدمو بهم مزيان. بحال اليوجوردي اون بارل دو ديجيتاليزاسيون، اون بارل دو نوميريك، اون بارل دو ميتي تو سامبلومون d'avenir. Les parents, واحد النصيحة اللي يخليكم كتمارسوا واحد الضغوطات كبيرة بزاف، ما كنعممش، لي بارون كتمارسوا ضغوطات كبيرة بزاف على الولاد ديالكم بمشكل المقارنة. مدام ماشي حد عندك اختك في قنيطرة عندها بنتها ضاربة 17 في الباك، بنتك تا هي خص تجيب 17، كل واحد النيفو ديالو. سيبوزون بنتك ما نجحاتش، ماشي تقول لها شوهتيني مع اختي وبنتها نجحات، وتا ديك اختك الله يهديها كتعيط شنو دارت خولة، ما ويلي ما نجحاتش، ويلي استغفرت الله العظيم، وكيبقاو دوك المشاحنات والمشاكل في الدار، وامك كاعيه وجدك ما عرفت مالها، وباك يدخل شوهتيني صاحبي عنده ولدو سميتو معاد نجح بمونسيون تري بيان تي جايبها ليا اسي بيان. نو اون سو كومبارو با، الله سبحانه وتعالى فرق العقول، وكل واحد بلي كونديسيون ديالو، وكل واحد بسكيله، وهذيك ماشي فورسيمون انها عندها اون بونوت كون كوا ايلي هوز. دونك هذه هي الحياه، الرضا الواقع اللي عندنا وليداتنا. ما خصناش نقول ليه شحال جبتي في التربيه الاسلاميه يقول لي جبت فيها 6، تقول ليه باللي هودي الاخر بالكافر الاخر، نو علاش. وديما ديما صاحبتي في الخدمه بنتها جابت، ديما حنا كنقارنوا كنحطوا لي زونفون في الوسط، وكيكونوا دي فيكتيم، والولد كيتعقد ما كيبقاش يثق في راسو، من بعد كيلاشي. اي وصل واحد النهار اللي طلب غير يجيب لك المعدل 5 على 10 ولا ديك 10 على 20 وما تلقاهاش. دونك خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لا سيتوياسيون، الكلمه كيفاش نقولوا للدري بان كونكو تي بو فير ميو، سي با لا فان دو موند. ما نكتبش عليك، انا كنت كنتسنى تجيب اكثر، دونك سي لا كوم. هتقول لي صعيب، صعيب ولكن ماشي مستحيل. البروبليم ماشي كنزيدوا عليه بروبليم اخر وكنكبروه. وكاين دي بارون الله يسمح لهم كيعطيو الوعود الكاذبه، ولدي الا شديتي الا نجحتي ليا غادي نشري لك بيكالا. كي ينجح كيجي يصيف كيقول لك بابا بيكالا ولا ماما بيكالا، ما كايناش. هو يسون فو غويالمون دو تي كونديسيون، حيت باقي صغير، عندك ما عندكش جا العيد مع رمضان تلاقى مع الدخول داكشي ما كيامنش به. عطيتيني وعد، انا كنت عند كلمتي نجحت ونجبت لا نوت اللي بغيتي، بغيت نشوف باسكو اون بروشين فوا غادي فقدت الثقه فيك، وهذا يكون مشكل كبير. يقول لي اش غادي نخدم، تا الا خدمت ما كاينش الجزاء ديالي. وعدتي قلتي لي جبتي 7 ولا 8 غادي نمشيو للسعيديه، خصك ديه للسعيديه. وعدتي ولدك انه الا طلع ولا نجح في الموحده تشري ليه بلاي ستيشن، غادي تشري ليه بلاي ستيشن اللي بغا، حيت وعد، حيت خصك تولي في الدري ولا البنت انا وتكون عندهم ان باغول دونور. بالنسبه للناس الراشدين سوا ديزون لي ماجور فاكسيني اللي خداو الباك اللي كيفكروا في لي ميتي دافنيغ سي تادير المستقبل، il faut penser à métier d'avenir justement, un métier اللي كتعطي فيه، un métier فيه بزاف ديال لا باسيون، بزاف ديال الفيني، بزاف ديال لامور، un métier اللي ماشي حيت دارو صاحب كولا جار كان ميتي، ماشي غير قريتي عليه في سوغ انترنيت وبغيتي ديرو، مي فريمون واش كتلقى راسك فيه تو سامبلومون. خصك تقول من هنا 3 سنين 4 سنين فين كنشوف راسي، واش عندي ان ماستر، عندي اون ليسونس، عندي ان باك بلس 2، عندي ان نيفو باك جون سي كوا تكنيسيان، واش نكون خدام ما خدامش، نكون كنقرا وكنخدم. دونك il faut avoir واحد 2 3 بلان، c'est-à-dire le fait d'avoir un plan A, un B, un C, un D. كاين دي بيرسون كي يديروا خمسه ديال لي بلان هما غادي، مي باش تجي تقول شديت الباك ما عندي ما ندير، غادي نمشي لافاك وغادي نحط واش غادي ندير في لافاك. وكاين بنادم اللي ما عنده ما يدير لقى بلاصه في الجغرافيا، مشى قرا الجغرافيا مع احترامات الناس ديال الجغرافيا، ما عندوش مع لا جيوغرافي، ما كيفرقش بين لا ميديتيراني ولا اتلانتيك، ما عرفش المدن الساحليه في المغرب والمدن الداخليه، وكيمشي كيقرا لا جيوغرافي كيقول لك ما قراوناش، ما قريتش مزيان، ما عجبنيش الحال، انت قاري واحد الحاجه اللي ما باغيهاش، اللي ما كتفهمش فيها. لاش دوك من ديبار لاش، ولا هذيك الموضه ديال نمشي ندير الدروه، ولا اي واحد نمشي نقرا ليكونومي. ليكونومي سي بيان دو فير ليكونومي، مي سي تو ميتريز ليكونومي، ماشي حيت صحابك داير ليكونومي انت ما عطيش لا كونطا، لا كونطا اناليتيك، ما قاريش المات فين، ما عرفش شنو الفيسكاليتي، لابروفيزيونمون، ما ستات، ما ماركتينغ، الماناجمنت، ما مسوقش توكور،
Là, on a des exercices, on a les études de cas, on dit voilà, j'aurai inch'Allah la licence après, je vais travailler à la khadma, je vais travailler dans une banque, je vais travailler dans une judiciaire, là, je vais travailler dans un master, je vais travailler dans le mal, je vais travailler dans le travail, projet d'y donc, c'est les personnes ambitieuses. Donc, ce n'est pas facile d'être un moudagi, et de dire sakht, ou la maquille, je vais ما كنقراش لوتر كنقرا راسك وبارفو ماشي كنقرا باش نخدم جوب دونك تحيه الناس اللي قراو عندهم دي ماستر وميم دي دكتورون وخدامين دي بروجي فريلانس ديالهم خدامين سوا في دي بيتي بروجي مثلا ديال لا باتيسري ديال لي اكسسوار ديال لافون ديال الحاجه ديال الانترميديال اللي يمكن نهضروا على الانترنيت على الدروب شيبين على الاو كوميرس اتسيتيرا يعني ماشي حيت عندك ماستر غادي تكون لابس كرافاتا ولا تكون عندك واحد البيرو وكتعطي دي كونسين فوا ميم دي زوردر بور توا كتامر وكتسني نو سي كو بيتي تخدم راسك سي كون ابل لونتربرونيا تكون ان اونتربرونور تخدم راسك فواحد الحاجه اللي انت مرتاح فيها يعني الدبلوم ما كيبينش لواحد ولكن الواحد هو اللي كيفالوريزي داك لو ديبلوم كيلا يعني كنقرا تو سامبلومون راسي مو جو في ان ميتي كو جيم اي جو شيرش ا اتر ديفيرون via mon style, mon attitude et ma personnalité. Donc je vais vous laisser avec cet aperçu de vidéo. Et encore une fois, je vous dis à Washer Mubarika, j'espère que ce message est aussi les étudiants. Fais ce que tu aimes. À bon entendeur. À très bientôt. Hola a todos. Oiga, je vous ai donné suffisamment de temps. On va essayer de faire l'exercice ensemble. Alors ici, justement, comme vous pouvez le constater, on a deux types de portables qui font partie de la même marque. D'accord? Et chaque portable possède sa propre quantité vendue, donc ce sont des caractéristiques soi-disant. Même chose côté chiffre d'affaires et charge variable. Donc, avant de tracer le tableau différentiel, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement calculer le chiffre d'affaires et les charges variables pour chaque produit. Donc ici, on a un MP3 et on a ici toute option. Voilà, bravo. Alors, le chiffre d'affaires. Déjà, quand on parle de définition du chiffre d'affaires, on a dit qu'en quoi le chiffre d'affaires, c'est le prix unitaire fois quantité vendue. Excellent. Alors, on a combien? On a 500. 500 articles fois 30 est égal. Excellent. 15 000. Toute option, on a combien d'articles? 300. Non, 300. Fois le prix unitaire, c'est 40, est égal 12 000. Voilà le premier pas qui a été fait. Alors normalement ici, on doit faire un cumul de CA ou bien de chiffre d'affaires, c'est-à-dire quand on parle de entreprise, d'accord? Donc c'est 15 000 plus 12 000 est égal 27 000. Très juste. Même chose côté charge variable. Alors, on a 12. Mais faites attention, s'il vous plaît. Alors, 12, c'est charge variable unitaire. Donc, la même chose, on va faire 500 fois 12 est égal 6 000. 300 articles fois 30 est égal 9 000. On aura un total de 15 000 dirhams. Très juste. Maintenant, on va passer au tableau différentiel. On a dit, on commence par quoi? Par le CA. D'accord? Le chiffre d'affaires. Et là, on a effectivement, bon, plutôt, je vais dire
élément plutôt, pardon. Élément, et on aura besoin de montant, et après on aura le pourcentage. Très bien, et là on a le pourcentage. Premier élément, c'est le chiffre d'affaires. On a combien s'il vous plaît? 27 000. Pour un pourcentage de? Très bien, 100%. Après le CA, on a quoi? Très juste, les charges variables. Les charges variables, un total de 15 000 dirhams. Maintenant, le troisième point va être quoi? La marge sur le coût variable. Donc, marge sur coût variable, d'accord? Alors, la formule. Super. Naqlala, s'il vous plaît. CA moins CV est égal à marge sur coût variable. 27 000 moins 15 000 est égal 12 000. Excellent. Là, au moins, on a la marge sur coût variable. On aura besoin du taux ou non? Ce qu'on appelle le taux de marge sur coût variable. Bah, généralement, à quoi sert un taux de marge sur coût variable? Excellent. Pour calculer le seuil de rentabilité en valeur. La définition, on l'aura tout à l'heure. Enfin, pas la définition, plutôt la formule. Sur coût variable est égal. Non, le seuil de rentabilité est égal. C'est charge fixe divisée par le taux de marge sur coût variable. OK. Alors là, on veut calculer justement le taux de marge sur coût variable. On a deux références. C'est la marge et le chiffre d'affaires. Qui me rappelle la formule? Excellent. C'est-à-dire la masse variable divisée par le chiffre d'affaires fois 100. 12 000 divisé par 27 000 fois 100 est égal. On aura 44%. D'accord? Ça, c'est juste. 44%. Après, on passe à quoi? Les charges fixes. Les charges fixes, on a un total de 11 000. Excellent. Résultat courant. Comment calculer le résultat? Excellent. Là, c'est bien. Vous avez bien retenu la formule. Il faut la retenir par cœur, par cœur, par cœur. D'accord? Par cœur, parce que si on n'a pas de table différentielle, on ne pourra surtout pas calculer, ou plutôt avoir le seuil de rentabilité. Donc, on a dit, effectivement, le résultat est égal à la marge sur coût variable moins les charges fixes. Vous aurez un total de 1000 dirhams. Excellent. Et là, on va faire quoi? On va calculer le seuil de rentabilité. Alors, comme rappelle le SR en valeur ou bien en volume? Valeur. Valeur. Volume, en valeur. La définition, plutôt la formule, c'est les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Vous avez eu combien, s'il vous plaît? Bon, on a 11 000 divisé par 0,44, c'est 25 000. Excellent. Vous avez vu que le calcul du seuil de rentabilité n'est pas du tout sorcier. Il faut juste respecter le tableau différentiel. On a des éléments et passer à la pratique. Là, si on veut calculer le SR en volume, c'est-à-dire le seuil de rentabilité en volume, on va faire quoi? Très bien. Le seuil de rentabilité en valeur divisé par le prix. D'accord. Super. Maintenant, on va passer à un exercice un peu différent. Un exercice différent. C'est un exercice qui mélange entre cotation
et ceux de rentabilité. Mais cette fois-ci, je vais être généreux, je vais vous donner déjà le tableau qui est établi, qui est fait, qui est conçu. D'accord ? Et à partir de ce tableau, vous allez me calculer le seuil de rentabilité.